اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. اخد بعض اسئله الجماهير برضه مستر بيتسو، عشان الحقيقه جايه لك اسئله كتيره جدا جدا جدا. ابو بيبو بيقول لك محتاجين وعد بالعشره، ياللي بقيت عشره واوعدك هتبقى عندنا 10 على 10، دي زي حاجه كده لطيفه يعني. صدى الصوره بيقول لك يا منور يا موس. كابتن اسلام اشكرك جدا، محتاجين كل الاعلاميين اشكرك جدا. احمد سليمان بيقول ايه الصفقات اللي هتجيبها السنه الجايه، وليه كهربا ما بينزلش اساسي؟ طبعا في سؤال مش هنرد عليه، والسؤال الثاني مش عارف. يا كهربا وي لاف هيم، كهربا بنحبه، جود بلاير، لعيب كويس. يس ذير واز ميس اندرستاندينج، او في سوء تفاهم، بس ده نورمال ان فوتبول، بس ده طبيعي في كره القدم. وي دونت تيك ات تو يور هارت، ما بتاخدهاش بقلبك بحماس، لان حاجه زي لان في الاخر ده ابني اللاعب ده، وفي العائله دايما بيحصل سوء تفاهم، ده عادي، مفيش كره قدم ما فيهاش سوء تفاهم، وده طبيعي. سوء تفاهم لحد زي انا تقبلته، وانا تقبلته بقلب مفتوح، خاصة لما اللاعب بيشوف خطأه وبيجي بيشتغل على نفسه، يبقى بمنتهى التواضع ويرجع ويعتذر، ويعتذر اللاعبين ويعتذر ليا كمدير فني، خلاص عاوز ايه تاني؟ ولا يعني بصراحه تصرفه كان كويس، دلوقتي بيلعب كويس جدا، بيتمرن كويس جدا مع الفريق، حتى بيجي يسال مباريات، عايز يتفرج على تسجيل مباريات ماتشات، وعايز يتفرج على نفسه وعلى الخصوم، بيتفرج على الفيديوهات، لان بخليهم يعملوا كده، بيتفرجوا دايما، انا بخليهم دايما يبصوا على ماتشاتهم وماتشات الخصوم. دلوقتي احنا عندنا الفترة دي حاليا هيجي له كل ماتشات الترجي، هيتفرجوا عليها عشان يذاكروها، ده شغل. في الاول كان صعب بالنسبه لي، ما كانش في الثقافه دي، لان نقول لك عايزين نتفرج على بعض لقطات، لا اتفرج على الماتش كامل عشان تشوف اللعيب اللي هيلعب قدامك هيلعب ازاي، ازاي اداؤه، شكله ايه، ايه نقاط القوه بتاعته، نقاط الضعف بتاعته. دلوقتي كل واحد معاه تابلت بتاعه، ويقول لازم كل لعيب معاه تابلت، تيجي حط عليه الفيديو على التابلت. كويس قوي، معاك تابلت وفي عليك ماتشاتك تتفرج عليه، ودلوقتي بيتحسن طبعا. يعني وشفنا هو اتسببنا حقق 4 ألقاب بالتغير ده. يعني ممكن نشوف كهربا بعد كده بيلعب اساسي في الملعب. انا بسال طبعا السؤال ده، انا عارف اجابته، ولكن لاغراض معينه، لانه في كلام كتير في هذه المنطقه. كلام من الخارج يعني. Yeah, but players compete against each other. اللاعبين بيتنافسوا بينهم بعضهم طبيعي. When you had a chance. لما يكون عندك فرصة. Tahir was sitting on the bench. طاهر كان قاعد على الدكة. Of course. Tahir is playing. بس طاهر لما لعب. And everybody has a chance. انتهت الفرصة بتاعته، مسك فرصته، كل لعيب عندهم فرصة يلعبوا. كل حتى كهربا عنده فرصة انه يلعب. بس لازم ينافس على اللي بيلعب في مركزه. Salah is competing. صلاح. كان بينافس احيانا الشحات، حسين الشحات في مركزه، وشريف كان بينافس مع مروان ومع باليا. افشا عارف انه عنده خبرات، عنده واحد عنده خبرات زي وليد مكانه برضه بينافس معاه، حتى ديانج عارف ان حمدي لعيب قوي برضه بينافس على مركزه، وسيرد باكات بدر وياسر، ياسر سجل لنا في جنوب افريقيا مع سان داونز، رامي ربيع لعب ماتش قمه، وبدر برضه في احسن مستوى، ساعد سمير كويس. طبعا المنافسه دي لازم يقاتلوا بين بعضهم، بس دي منافسه حميده، وانا عادل وامين تماما، انا ما فيش اي حاجه بتاثر عليا غير الاداء. لو لعبت كويس هتاخد فرصتك وهتلعب دايما، لان زي ما رحنا في جنوب افريقيا مين سجل هدف قدام مامي سان داونز؟ ياسر. وكان قبل كده الماتش قبل كان قاعد على الدكه، انا شرحت له واديته الاحترام وفهمته، وما نزل نزل رامي كان احتياطي، ونزل نزل بعقليه كويسه وقلب مفتوح. رامي ما لعبش قدام نادي البركان برغم انه كان لاعب الماتش قبل، بس حطيت ياسر وبدر. بعد كده رامي لما نزل تغييره لعب كويس جدا، كلهم عارفين ان الكل هيلعب، بس لازم ننافس بينهم بعضنا، والافضل هو اللي هيلعب. طيب حسن بيقول لك يا حاج ايمن، حاج ايمن حسن بيقول لك احنا عايزين ناكل، عامل لنا اكل كتير قوي انت، بيقول لك كل جمهور الاهلي بيقول لك عايزين ناكل دلوقتي. يا باشا هم ينوروا في اي وقت، هم زباين الاهلاويه كلهم طبعا، ينوروا في اي وقت طبعا. عايز برضه اقول لحضراتكم، ده حد بعت لي بيقول لي ايجيبت تويتر ترندنج، يعني الحمد لله الحلقه طبعا هي دلوقتي ايجيبت ترندنج، يعني في نمره واحد في مصر يعني، فطبعا ده مش انا ولا مستر بيتسو، ولكن ده جمهور الاهلي.
هو ده اللي انا كنت متاكد منه قبل اي شيء، وده الكلام اللي انا قلته في بدايه الحلقه، ان جمهور الاهلي بيحط اي حد بيحبه دايما خصوصا قناته في المقدمه، وهو ده الاهم بالنسبه لنا. تامر بيقول لك بنحبك يا موس. العشرة يا موس عشان نكسب تشيلسي في النهائي كاس العالم، وعايزين نشوف بقيه اللاعبين. ده علي بيقول لك عايزين نكسب عشان نروح نلعب تشيلسي في النهائي كاس العالم، في نهائي كاس العالم. حسن شندي بيسالك كريم نيدفيد ومحمد محمود ليهم دور الفتره اللي جايه، ايه اللي هيحصل يعني بالنسبه لكريم نيدفيد ومحمد محمود؟ اعتقد بقالهم فتره طويله اصابات ورا بعض، هل من الممكن ان احنا نشوفهم خلال الفتره اللي جايه؟ يا محمود ستيل بيهايند، محمد محمود لسه شويه. كريم بلاي ذس فاست جيم، كريم لعب النهارده ماتش البادي اول مشاركه ليه 15 مينتس، لعب ربع ساعه. اند وات ا جود فوتبول بلاير، هو لعيب كبير جدا، لعيب كره قدم كبير. سو ليتس جيف هيم تشانس، نديله فرصه مشاركه. شفنا متولي لعب النهارده ما كملش الماتش، جاي من فتره توقف طويله، فتره بعد بعيده عن اللعب. سو الحمد لله، فالحمد لله خد فرصه مشاركه ورجع يلعب. طمنا على متولي بالمناسبه النهارده، حاجه يعني من المتوقع بعد اصابه طويله ويجي يلعب اول ماتش، من المتوقع ان انت تشوف فيه حاجه يعني، لكن طمنا على اصابته. Yes, no, no. It's just a muscle strain. لا بس شد عضلي. لأن طبعا العضلة بقى لها فترة طويلة مش واخدة على التحمل جامد، حمل أول مباراة ليه. طيب خلينا نرجع بقى مرة تانية، وطبعا أسئلة الجمهور هي الأهم بالنسبة لنا. أي أسئلة أي حاجة عايزين تسأله مستر بيتسو، وهو راجل الحقيقة بيرد رد زي ما حضراتكم شايفين من جوه قلبه، بيقول لكم كل حاجة من جوه قلبه، طبعا الحاجات اللي نقدر نقولها بيقولها طبعا. فأي أسئلة حضراتكم عايزينها بعتوها لنا دايما على هاشتاج اسأل موسيماني مع إسلام الشاطر.